والنعمدة. بانسيابية ومرونة صعد ضيوف الرحمن من منى إلى عرفات لتأدية الركن الأعظم من مناسك الحج، وسط استعدادات الأجهزة الحكومية المعنية في السعودية لتقديم كل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله الحرام. تنقل الحجاج بين مشاعر متقاربة في وقت زمني محدد يشكل دوما التحدي الأبرز أمام إدارة موسم الحج التي تسعى بكامل طاقتها للتغلب على أي عقبات تواجه ضيوف الرحمن. خطة النقل لهذا العام اشتملت في شقها المروري على توزيع أكثر من 17,000 رجل مروري مزودين بأكثر من 2,400 سيارة وألية في المشاعر المقدسة لتنظيم الحركة. قطار المشاعر المشروع الأحدث في خارطة نقل الحجاج الذي يعمل هذا العام بكامل طاقته، بحيث يتمكن من استيعاب نحو 72,000 حاج في الساعة في تنقلاتهم بين عرفات ومزدلفة ومنى. سيارة إسعاف وعيادات متنقلة سخرتها السعودية في كافة نواحي المشاعر المقدسة وطرق المؤدية إليها لتقديم الخدمات الصحية، إلى جانب تجهيز سيارتين مخصصتين لكشف التلوث الإشعاعي داخل المشاعر. قوات الدفاع المدني نشرت العشرات من فرقها للمشاركة في تنفيذ خطة مواجهة الطوارئ ولرصد حركة الحجيج على مدار الساعة من خلال صور حية يتم نقلها عبر عدد من كاميرات المراقبة التي تمت زيادة عددها إلى أكثر من 3,000 كاميرا. وبعد قضاء يوم كامل على صعيد عرفة، بدأ ضيوف الرحمن بالنفرة إلى مشعر مزدلفة لقضاء جزء من الليل وجمع الحصى قبل العودة إلى منى لرمي الجمرة الكبرى يوم عيد الأضحى وقضاء أيام التشريق، علما بأن الطرق المؤدية إلى جسر الجمرات تم تجهيزها بحيث تستوعب 300,000 حاج خلال الساعة الواحدة، فيما ازدادت قدرة جسر الجمرات الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 500,000 حاج في الساعة الواحدة. محمد بردويل، العربية.